أبدأ من أولى المناشدات مع السيد أحمد رشيد من بغداد. أحمد بعث لي رسالة من صفحتين يقول سلام عليكم، يقول أنا دزيت لك بصمات ومختصر من الأمور، ما أقول لك ابني مظلوم ولا أقول لك ابني بريء، اسمع وشوف، بس أقول لك ابني انعلس علاسة. ويناشد رئيس مجلس القضاء المحترم يقول المشتكي كرار كذا اسمه، القاضي كذا اسمه، المهم انطوني اياه، انا ما اريد اذكر هاي الاسماء. احمد شلونك؟ السلام عليكم. حياك الله، انت شنو موضوعك؟ مناشد رئيس مجلس القضاء. نعم استاذ، موضوعي المشتكي ما راح اذكر اسماء على مود ما اصير بحراج. المشتكي يقول ابنك ضارب بصونده، ابنك ضارب بصونده، لا جايب فارس تشينا ولا ضارب من بصونده، ضارب من الولد للمشتكي. للمشتكي احنا المشكله عائله، عائله احنا بيناتنا عائله واحده. انت المشتكي عليك شو يصير منك؟ ابن اخويا. ابن اخوك، شنو طلبت ابن اخوك ويا ابنك؟ طلاب ابن اخويا ويا اخويا، ويا اخويا الكبير، اخويا الكبير واخويا الاصغر من عندي تعاركوا بالجراج. تعاركوا بالجراج، هذا عنده محل بالجراج، جاي مشيت على ابن اخويا شايله من فوق اخويا الكبير. تسجيلات صوتيه يعني كلها يعني ابنك شايل عمه من ابنه، شايل ابن اخويا، شايل ابن اخويا من يعني شايل ابن عمه من عمه. المهم شنو الجريمه؟ شنو اللي صفت؟ اكو قتيل؟ الجريمه صارت بيها قتل. من القاتل؟ القاتل ابن اخويا. زين. اي ابن اخويا اسمه ياسين هو القتل. ابنك منو اتهمه؟ واعترف انا القاتل. زين. ابنك شنو علاقته بالموضوع؟ ابوه اعترف هو ابن القاتل. ابن المشتكي قال ياسين القاتل، ابني قال ياسين القاتل. يعني هاي اربعه شهود، جابوا واحد شاهد قال لا صالح القاتل. صالح اللي هو ابنك؟ اللي هو اخويا. هو هو اخويا، ابني هسه ما موجود هسه انت تحكي عن قضيه صالح؟ بالمشكله انت تحكي عن قضيه صالح؟ ما عندي وقت تحكي عن قضيه صالح. صالح منو اتهمه؟ ها؟ صالح منو اتهمه؟ صالح اتهم القضاء. القضاء شلون؟ القضاء قالوا له هذا كيف طفل انت تريد تشيلها لابنك؟ الو اخي شنو القضاء قال لي شيلها لابنك؟ القضاء مو هذا ابن احداث، ابن احداث، ابن احداث، حدث القاتل. القاتل حدث. بيش قتل القاتل؟ الحدث بيش قتله؟ صارت غلطة، يعني ما اقول لك شو اسمه، بس غلطة عود يركض وراء ابو هذا، مو ابن اخويا يركض وراء عمه، اي وصاروا بعيدين، قام ما يشوف ابوه، خاف على ابوه ليضربه ابن عمه، خاف يضرب ابوه، فاستعجل يريد بس ينهز بيده سكينه يشفك الشرع ويوخرمه، حتى يوخر عمه، صارت برقبته انقتل. المهم هو خطا مو خطا انقتل. هسه وين المظلوميه؟ انقتل. وين المظلوميه؟ المظلوميه باخويا وبابني، ابني فازوع والشرطة تقول فازوع، والقاضي التحقيق يقول فازوع، قاضي الجنايات الأحداث كان يقول لا هو القاتل، هو المشكلة هاي. يعني أدز لك أوراق المشتكي، مدى يجيب طاري درغام بأي كلام، أي كلام مدى يجيب طاري. المشتكي شنو علاقته بالضحية؟ من المشتكي؟
ها المشتكي بالضحية ابنه، زين ابن الضحية، ابن الضحية، أي. ابن الضحية اشتكى على أي. اخوك وابنك، اشتكى على اخويا واشتكى على ابني واشتكى علي واشتكى على زوجي خلص. واشتكى على ابن الله، يعني ما مخلي واحد ما مشتكى عليه من عائلتي. المهم المهم انت أي. انت أي. الان تصدق التمييزيا، تصدق التمييزيا طبت يوم 19 يوم 9 يوم 19/9 ميزت انت 2021 صدقت يوم 20 ميزت ميزت اي القرار التمييزي ما اجى ما اجى لصالحك بيوم واحد صدقوا على التقرير ماشي يعني ماشي بيوم واحد ماشي اني اشكرك اخوان احنا عندنا وقت محدود اللي انا ارجوه من عندكم انه الواحد لازم يفهم قضيته وين لازم يعرف قضيته وين ويختصرها ويقدر يسولفها. هسه هاي القضية يمكن لا انتم افتهمتوها ولا انا افتهمتها بالشكل الصحيح، لكن مع هذا انا ارسلها الى مجلس القضاء.